أعلنت وزارة الصحة استقبال 3,999,360 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا مقدمة من المملكة المتحدة عن طريق آلية كوفاكس وبالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال ولقاحات جافي. هذا وقد أعرب السفير البريطاني لدى مصر عن التزام المملكة المتحدة بضمان التوزيع العادل والمنصف للقاحات للجميع ومواصلة دعم بلاده لمصر للتصدي لهذا الوباء.